في وقته إن شاء الله يوم 24 أكيد ربنا هيلهمني أقول إيه يعني، لأن هو كل حاجة معروفة عن مهرجان دراما. لكن هو الأهم دلوقتي إن أنا بما إن ده مؤتمر صحفي والصحفيين موجودين، فعايز أقول لهم حاجة مهمة جدا، إن أنا بعتبر الصحافة شريك أساسي في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية عموما، بشرط إن يكون في صدق ولا مجاملة، والهدف الرئيسي هو ازدهار فن الدراما سواء دراما أو سينما أو خلافه. احنا كنا نسمع زمان على فكرة إن الممثلين لما يعملوا العرض المسرحي يقعدوا يسهروا طول الليل لغاية ما يشوفوا الجرايد الصبح، ده زمان. فقد ايه كانت الجرايد دي مهمه بالنسبه له، يعني بتقول الحقيقه. للاسف الشديد حصل يعني حصل مجاملات وناس بوظت المهنه بشكل او باخر. انا ارجو، لان ده اساسي، فانا بارجو الصحفيين هم موجودين معانا الحياديه التامه والإيجابية، يعني مش إيجابية إنك تقول إن العمل ده كويس ولا وحش، لكن لا، تقول بصدق ده إيه. لأن الحقيقة أنت لو اعتمدت 100% على رأي الجمهور ممكن ما يبقاش 100% مفيد بالنسبة للفنان، لأنه أوقات حسب الجمهور شكله إيه، وحسب أنت بقى عايز توصل بإيه للعمل الفني، عايز تعليه ولا عايز تمشي وراء ذوق الجمهور اللي قد يكون في بعض الأحيان مش يعني مش عايز طبعا، عشان يعني أقلل من رأي الجمهور. عشان كده في المهرجان السنة دي عملنا جايزتين، جايزة لجنة التحكيم وأيضا جايزة للجمهور، انه يقدر الجمهور عمل جماهيري ياخد جايزة، لانه ده مش قليل. بس انا مش عايز يعني اخد من وقتكم، لكن انا هسيب انتوا